عاجل. مصدر من وزارة الأوقاف يؤكد إقامة صلاة التراويح في رمضان. أكد مصدر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان المقبل في ظل تحسن الحالة الوبائية في المغرب. وقال مصدر من مصادرنا إن الوزارة لم تصدر بلاغا حول إقامة صلاة التراويح نظرا لارتباطها بصلاة العشاء التي تقام في المساجد بشكل طبيعي اليوم، مضيفا إذا لم يكن هناك عارض يمنع صلاة العشاء في رمضان فستقام سنة التراويح بشكل عادي. وأصبح الوضع الوبائي في المغرب يعرف تراجعا على مستوى معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وهو ما دفع إلى بروز دعوات تسبق شهر رمضان للمطالبة بالتراجع عن عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية.